تروخيلو في جمهورية الدومينيكان. لم تدعن هذه الدكتاتورية تؤثر على إرادتهن ومبادئهن، ولقد علموا شعوبهم الانخراط في النضال السياسي والتنظيمي من أجل الديمقراطية والحرية والاعتراف بأنه لا يجب تجاهلهم أبدا. بعد 6 أشهر من موتهن وضع شعب دومينيكيا حدا للديكتاتورية، ووضعت الأخوات ميرابال موتهن نصب أعينهن، والكفاح الذي قمنا به حقق الهدف المرجو منه. واليوم أصبحنا في جميع أنحاء العالم فراشات آمال ومعتقدات النساء اللواتي قاتلنا ضد الديكتاتوريات الفاشية. فننحني إجلالا وإكراما في ذكرى الأخوات ميرابال اللواتي قتلنا في 25 من تشرين الثاني 1960، ولجميع النساء اللواتي كرسن حياتهن للنضال والحرية. نحيي وننحني للرفيقات سارة وسيفي وهافرين اللواتي سرنا في طريق الأخوات ميرابال. ونحن كنساء في شمال وشرق سوريا نهدي جميع فعالياتنا في 25 من تشرين الثاني من هذا العام لرفيقتنا الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هافرين خلف، التي اغتيلت بوحشية على أيدي مسلحي ما يسمى الجيش الوطني المدعوم تركيا. وكذلك نهدي لرفيقتنا أمارة ريناس مقاتلة يبجي التي حاربت ضد العدوان التركي، ولعضوة مجلس عدالة المرأة الأم عقيدة، وكل من ناضلنا لتحقيق العيش الكريم والديمقراطية وحياة عمها المساواة والعدل لشعوب شمال وشرق سوريا. وعشنا بمبادئ وقيم وأسلوب جريء وحاربنا، وفي النهاية قتلنا على يد العدو بطريقة وحشية. وهن أيضا كما الشهيدة سارة ومثيلاتها اللواتي قاومنا ضد فاشية 12 من أيلول، وكما الشهيدة سيفي ومثيلاتها اللواتي قاومنا ضد فاشية أردوغان، ومرة أخرى كالأخوات ميرابال اللواتي قاومنا ديكتاتورية تروخيلو ولم يقنعنا له، وأصبحنا الدليل والإثبات لثورة المرأة منذ 9 سنوات، وأصبحنا بطلات وأيقونة للحياة الكريمة وأخوة الشعوب. فقد وضعنا موتهن نصب أعينهن، لذا لن نستسلم لاحتلال فاشية أردوغان، ولاستذكارهن سنقوم بتقديم فعالياتنا وأنشطتنا في 25 من تشرين الثاني من هذا العام تحت شعار الاحتلال العنف بمقاومة هافرين سنحطم الاحتلال والفاشية. في كفاح ثورة مستمرة منذ 9 سنوات، كانت داعش أكبر عدو لشعوب شمال وشرق سوريا، وأكبر مؤيد وداعم لتنظيم داعش كانت وما زالت ديكتاتورية أردوغان الفاشية. والهجمات التي شنت على أرضنا في 9 من تشرين الأول 2019 كانت جوهر الحركة المناهضة للثورة، والغرض منها هو مواصلة الحرب مع عنف أكبر. وعلى مدى السنوات 9 الماضية كنا نعي جيدا الفاشية والاحتلال والحرب التي ترتكب أعمال العنف المنظم ضد النساء والشعب عموما. وكنتيجة لهذا العنف المنظم نرى جرائم التهجير القسري والتغيير الديموغرافي والتدهور البيئي والفقر والأزمات الاقتصادية وانتهاكات حقوق الصحة والتعليم والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. واليوم نعيش مختلف أنواع العنف في كل جانب من جوانب حياتنا، ونقاوم بنضال لا مثيل له. لقد تم إطلاق حملة مناهضة للثورة في 9 من تشرين الأول عام 2019 على أراضي شمال وشرق سوريا ضد ثورة الشعب والمرأة. ونحن اليوم سنكثف ونصاعد من نضالنا ضد هذه الحملة، وسنقوم بتطوير نموذج الرئاسة المشتركة لإحياء ذكرى هافرين، وسنقوم بتطوير خط الحماية الجوهرية لإحياء ذكرى أمارة، وسنقوم بتطوير العدالة والديمقراطية لإحياء ذكرى الأم عقيدة. فمثلما أطاحت الشعوب الدومينيكية بديكتاتورية تروخيلو في ذكرى الأخوات ميرابال، كذلك سوف تسقط شعوب شمال وشرق سوريا في ذكرى هافرين ديكتاتورية أردوغان الفاشية. وعندما أطلقنا شعار الاحتلال عنف بمقاومة هافرين سنحطم الاحتلال والفاشية، نعلم أن كفاحنا جزء من كفاح النساء في جميع أنحاء العالم، وجزء من كفاح النساء ضد الدكتاتورية والفاشية. ونحن اليوم نزداد قوة بهذا النضال، وندعم كافة جوانب هذا النضال أيضا. لذلك نناشد جميع النساء في العالم بأن يرفعوا الصوت ليحاكم أردوغان على جرائم الحرب التي ارتكبها، وندعوهن لنخوض معا معركة قانونية مشتركة ضد جرائم الحرب التي ارتكبها أردوغان. كما أننا نحيي دعم نساء العالم لنضالنا، ونناشدهن لحماية أرض شمال وشرق سوريا وتعزيز كفاحنا، كما ندعو جميع النساء في جميع أنحاء العالم إلى تصعيد النضال
ضد عنف الدولة المنظم وضد الفاشية والسياسات العسكرية والاحتلال وجميع أشكال العنف ضد المرأة. عاشت ثورة المرأة، عاشت الوحدة الديمقراطية للشعوب، المرأة حياة حرة. مؤتمر ستار، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مجلس المرأة السورية، الاتحاد النسائي السرياني، مجلس سوريا الديمقراطية، مكتب المرأة، حزب سوريا المستقبل، مكتب المرأة، منظمة المرأة الشابة، منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، المرأة الشيوعية. برنامج فعاليات 25 من تشرين الثاني لهذا العام. في 23 من هذا الشهر وفي تمام الساعة 10 صباحا ستلقي منسقية المرأة في الإدارة الذاتية محاضرة في صالة زانة، وسيتم قراءة بيان حزب سوريا المستقبل في 23 من هذا الشهر في إقليم الفرات. في 24 من هذا الشهر وفي تمام الساعة 11 صباحا تقديم مبادرة صوت المرأة بيانا أمام هيئة المرأة. في 25 من هذا الشهر القيام بمسيرات في المدن كافة. في 26 من هذا الشهر يتم إلقاء محاضرة من قبل هبجي، وأن يتم إلقاء بيان من قبل مؤتمر ستار في رأس العين وتل أبيض. في 28 من هذا الشهر تلقي كل من منظمة سارة في القامش لوقفة المرأة الحرة في مخيم اللاجئين بيانا. في 30 من هذا الشهر ستقوم مؤسسة عوائل الشهداء بإلقاء بيان في مزارات الشهداء في كل مدينة على حدة. في الأول من كانون الأول سيقوم الاتحاد النسائي السرياني بإلقاء بيان. في الثاني من كانون الأول سيقوم مجلس شمال وشرق سوريا بدعم ومساندة يبجي. في الثالث من كانون الأول فعالية منظمة المرأة الشابة. في الرابع من كانون الأول فعالية كبجي للأطفال. في الخامس من كانون الأول اجتماع لحزب سوريا المستقبل. في السادس من كانون الأول فعالية مجلس عدالة المرأة. في السابع من كانون الأول فعاليات نساء الأحزاب السياسية. في التاسع من كانون الأول مؤتمر صحفي لمجلس المرأة السورية. في العاشر من كانون الأول بيان من منظمة سارة عن الرفيقة هفرين خلف. بريخ صفرو سورية مأثروا على سبيونو ورشوثو دلهين وهينين مولفين عامي دلهين هلخب آغونو فوليطيقويو وتوكو سويو ميتول ديمقراطيوثو وحيروثو وموديونوثو ميتود لو مستعين وحنان أخ ناشي بقرب يوم مدن حوت سوريا مهدينا كل حفيتوثو ديلان بعسرين وحاميش تريشرين حروي من هو ديشاتو لحبرثو آمينتو قاوانويتو القابوت سوريا دعتيد مياقرتو هفرين خلف هودي ديث قطلاث عاليات داعش وكل حبروثو محربوثو اللي كالن لقبال داعش من سريوية وكرد وعرب دهوي حاي مشوية وحدويوث عامي وكينوثو العامي تقرب يوم مدن حد سوريا وهاون قابريوثو ويقني الحاي باسيمة وأحوث عامي ومثدخرينان الهين تحيث رمزو جيوسو عنوفو إيثاو بعسيونو دهفرين توبرينان جيوسو فاشويوثو بو أغونو دتشعش نايو داعش إيثاو بعد بوبو العامي تقرب يوم مدن حد سوريا وهاوي قروبو على الأرعو ديلان عام رابع نوفو ميتول هودي هاوي حملة دهفوختو القومو دتشاع من تشرين قديم ترلفو تشحصر على أرعوثو تقرب يوم مدن حد سوريا لقبال قومو دعامو ودأثتو مزيدينا ومسلقينا من أغونو ديلان لقبال هونو قومو مهفخو وميتول دمحيينا دخرونو دحبرثو هفرين قمشوشطينا إيريشوثو زوجويتو يعطيكم العافية. شكرا.